اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، ومعاكم نموذج ايجابي جديد من نماذج سيدات مصر اللي بيعملوا في الحرف اليدويه. معانا الست صفيه وبنتها الاستاذه سهير، يمكن ليهم قصه نجاح كبيره في صناعه يعني المنتجات اللي بيعملوها من الزعف. ست صفيه كل سنه وانت طيبه، كلمينا بقى انت بتعملي ايه، المهنه بتاعتك؟ انا بعمل الحاجات دي يعني اللي هي احكي. المطبخه بتاع العيش دي، بنعمل فيها ايه، بيقطع فيها المؤازه الخبز وبنحط فيها البتاء، والحاجات دي اهي السبت بتاع مشاب، وده سبت برضو بنودي فيه طحين، بنودي فيه اي حاجه، ده برضو ودي فوانيس برضو بتبقى زينه كده يعني بياخدوها. طيب امشي معاكي بقى خطوه خطوه. انت ابتديتي تشتغلي الموضوع ده ليكي كام سنه؟ ده انا من صغر. انا من صغر والدتي اللي معلماني. يعني انت الشغلانه دي اتعلمتيها من والدتك وانت علمتيها لبنتك؟ وانا علمتها لبنتي. يعني انت شغاله فيها قبل ما تتزوجي؟ ايوه. بتجيبي الزعف؟ يعني قولي لنا بقى انت ايه اللي انت بتعمليه بالظبط، بتجيبي الزعف زعف منين؟ بجيبه وبشتريه. بشتريه من الراجل اللي هو بيقلم بتاع الجريد ده، ايوه. بروح اشتريه منه، بس الظباط ده انا بروح اجيبه من تحت الدخل، بجيبه من بروح لغايه بجيبه. بس يعني بتجيب الزعف ده من الراجل، بتشتريه من الراجل بشتريه من الراجل اللي هو اللي بيقلم النخل. بشتريه، بتوديه فين بعد كده بقى؟ بحطه في السطح، بنشفه وبرجع احوشه واحطه. بتقعديه قد بيقعد في السطح قد ايه؟ في الشتاء بيقعد عبارة عن اسبوع او 10 ايام، وفي الصيف ده ممكن 5 ايام 6 ايام في الصيف، 5 ايام وبرضه 6 ايام بحوشه عشان الشمس بتخليه. بتقطعيه كده بقى انت ازاي؟ بقى اقشر من الاجري كده يعني انت بقشر. ممكن تورينا بقى هو ده الزعف اللي عندك؟ اللي عندي اهو. انت بتجيبيه الاول ده كده؟ الصباح بتجيبيه كده؟ ده الظباط ده. بتقطعيه ازاي بقى؟ يعني بتفكفكيه من بعضيه ده بايدك؟ ده اقشره كده وبعمله بستاني كمان. كده بستاني مثلا. ايوه بتشيليه. ايوه بنصر كده بستاني مثلا. وبعدين بتحطيه، تشيليه هنا تحطيه ايه؟ تنشفيه شويه. لا ده بيجي ناشف. بيجي ناشف خلاص. بتحطيه بقى في الميه هنا؟ لا اللي بحطه في الميه الزعف. الزعف ده. لكن ده لو اتحط في الميه يعفن. يعفن، ايوه. تمام. مثلا عايزين ايه، نمسك مثلا واحده زي دي كده. ايوه دي بقى بنوديه مثلا. بتاخد منك مش بلاش الوقت الاول، تاخد منك زعف قد ايه؟ يعني مثلا ممكن تاخد قد ايه مثلا منك؟ دي ممكن تاخد مني ب 3 4 جنيه. زعف. زعف. ايوه اللي هي دي. بس بتاخد منك مجهود كتير شغل بقى. بتاخد مني دي مثلا اقعد ممكن لو اعملها في يومين. 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 وبتعملي ايه تاني بقى؟ اللي هي دي ممكن اعملها في ساعتين. في ساعتين. دي ايه بقى؟ دي سبت بنحطه في المشاب. دي بتاع المشاب، بتحط في البلكونه مثلا ولا حاجه؟ ايوه تمام. وايه كمان بتعملوا ايه كمان تاني؟ ودي فانوس رمضان. فانوس رمضان. أيوة. جميل. ودي زهريه ورد. دي زهريه ورد. ايوه. بتسوقي للشغل بتاعك ازاي؟ يعني بتبيعيه ازاي بقى؟ والله ده رزق بتاع ربنا. اكيد طبعا. يعني بتوديه سوق مثلا ولا هنا؟ والله الناس اللي بتشوف وبوديه سوق. وبوديه والله سوق، انا كنت بوديه بوش وبهبشين. وبتوديه بهبشين وبوش. ايوه. او اتعلمتي بنتك ودخلتيها كليه التجار؟ ايوه وعلمت بنتي من مجهوده طبعا. عندك اولاد تاني غيرها؟ عندي جمال وعندي احمد متجوزين. بسم الله ما شاء الله. قاعدين في مصر مش قاعدين هنا. الابله سهير بقى خريجه كليه تجاره بني سويف. ايوه. طيب ايه اللي خلاكي بقى تشتغلي فيه؟ يعني انت حبيتي الشغلانه دي؟ عشان انا اللي حببتها فيها. عامه الشغلانه دي هوايه. وعامه والدتي الصراحه من صغرها علمتنا برضك منها، وهي ابر جد. واعتبر احنا بنفخر يعني بالشغلانه دي. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بنحب الايدي العامله يعني، بنحب نشتغل يعني بثقه. والشغلانه دي عامه احنا حابينها، مش حكايه ان انا اجيب منها راس مال، حكايه انها هوايه. لا وبتعلمك الصبر. وتعلمتي يعني جدتك علمتها لوالدتك ووالدتك علمتها لك. علمتنا
الشغلانه دي وعماده كانت بتصرف علينا منها بره. اه بسم الله ما شاء الله يعني. وكلنا اتعلم اتعلم صارتنا برضك يعتبر معايا بكروس سيجاره من برضك من مجهود والدي والله. والصغار هي اللي برضه خلنت الشغل ده. انا ما كنتش بفكر في ده. انت الاول بقى كنت بتعمل ايه بقى يعني؟ كنت بعمل هي الليزبت اللي اتلوت بقى دي. كل مؤاخذه بعمل ليزبت كبيره كنا بنحط فيها العيش في خزينه كده. ايوه كنت انا بعمل اللي هي ما كنتش بعمل الا كده. فهي بقى هي طورت لي فعلا. طورت بقى الشغل ده. انت اتعلمتيه فين بقى غير اللي علم اللي والدتك علمته لك؟ يعني انت طورت الشغل ده ازاي؟ طورته من على التلفزيون. فكره جت في التلفزيون كده طبقت عملي. طبقت عملي بس خليت الشغل اتطور. بدل ما اعمل حاجتين عملت كذا شكل من الاشكال دي. ايوه يعني شكل مثلا فازات ورد، سبت مشابك، مثلا اثبات بتنزل من البلكونه طورتها. والدي ما كانتش بتعرف تعمل اليد دي. انا علمتها لها برضه هي اللي علمتها شغل. وانا هي راحت معلمه لي الحاجات دي. انا ما كنتش بعرف اعمل ده. خورته بقى والحمد لله. وعايزه برضك المشروع يكبر. انا بكلميني بقى انت نفسك المشروع يكبر ازاي؟ يعني قولي لنا كده تحلمي بايه المشروع يكون؟ انا بص عايزه اطوره وعايزه اكبره. يعني انت ايه اللي محتاجاه عشان المشروع يكبر برضه؟ عشان اللي بيتابعونا متابعي اليوم السابع يكونوا عارفين برضه يعني انت ايه اللي انت محتاجاه عشان هو ده مشروع يدوي صح؟ ايوه ده يدوي. انت يعني بتحلمي بايه؟ نفسك المشروع يكبر ازاي مثلا؟ عايز المشروع يكبر يوصل، مش هقول لك طبعا محافظتي، يوصل انحاء الجمهوريه كلها، محافظه الجمهوريه، ان كل يتعلم ان الشغل اليدوي ما يخليش الواحده مثلا تحتاج لمرتب، لقبض، تحتاج لحاجه. كل حاجه تبقى موجوده. طيب انا برضو مش عايز اعرف الاسعار لان الاسعار بتختلف من وقت للتاني. بس انا عايز يعني هل المجهود اللي انتوا بتعملوه؟ ايوه احنا بنبيع الطبق ده. الطبق مثلا بيجيب سعر المجهود اللي انتوا بتتعبوا فيه ده اللي اقصده يعني، بغض النظر عن الاسعار مثلا. يعني انت بتعملي مجهود مثلا ممكن في اليوم تعملي قفصين طبقين زي دول مثلا لو فضلت طول اليوم. هل المجهود اللي انت بتعمليه طول اليوم دول لما بتبيعيه بيجيب تكلفه التعب بتاعك ولا الاسعار مش بيجيبش؟ يعني انتوا ماشيين على السوق. يقول لك حسن البضاعه. السوق ولا حسن البضاعه؟ يعني مثلا لو السوق حلو الواحد هيبيع برضك. في ناس بتيجي تاخد عارفه قيمه الحاجه بتشتريها. ايوه. وفي ناس مش عارفه قيمتها بتفاصل معاك. ممكن تبيعها رخيصه ما تجيبش برضك مجهودك انت. بس ما عشان انت بقى مزنوق بتبيع وخلاص. بتبيعي. انا بتبيع وخلاص. هو ده مثلا ده استوى له 100 جنيه. خلي ان واحد جه اتحكم بياخده بتمن بيديه بالتمن. بتمشي الدنيا. بنمشي والله. بنقول زي بعض. ادي احنا قاعدين في بيتنا. الطبق ده انا ببيعه بستي. في واحده تيجي تتحكم والنبي يا ام احمد ادي لنا بخمسي. بدي بخمسي. بتمشي. انا شايف ان انتوا حابين الموضوع اكتر من ان هو ويعني مهنه بتعملوها. هي هوايه ومهنه واحنا حابين ان احنا قاعدين في بيتنا. ايوه. بس كده. في حد بيشتغل معاكي تاني غير بنتك؟ يعني علمتي حد تاني بقى؟ ان حد جاجر يقول علميني بعلمه بس بيقولوا ده صعب. صعب. بتاخد مجهود. بتاخد مجهود. بتاخد مجهود ولو مؤاخذه انت زي ابني. كله ده بيشبحني كده. ايوه طبعا لان انت بتبقى ميه لو بتبقى تعبانه. صح. ايوه والله. بس احنا هنعمل ايه؟ هي هوايه بقى ومزاج. وخصوصا في الشتاء ده بيبقى حابينها خالص. بس انت حابه ان الشغلانه دي تفضل مستمره في البيت. أيوة على طول. لحد ما اموت. وربنا يديك الصحة وطولة العمر. أيوة بس ما فيهاش حياة. وقولوا لي بلاش منها أقول لهم لا ده هي اللي كبرتني وخلتني كويسة ما بعملش إيدي لحد. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس أيوة. يمكن متابعي اليوم السابق إحنا كنا في منزل الحاجة صفية في قرية طنسة الملأ محافظة بني سويف. يمكن هما نموذج إيجابي جدا. هما حبهم للمهنة أكتر من إن هي وظيفة بتوفر ليهم مصدر رزق. يمكن الحاجة محتفظة بيها لأن هي قالت إن هي والدتها اللي علمتها لها وهي علمتها لبنتها. من هنا من قرية طنسة الملأ كنت أنا معكم هاني فتحي لليوم السابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.